تبرأ فلاح ومنتجو البطاطا من احتكار تجار الجملة لهذه المادة والمضاربة بأسعارها، مؤكدين أن سعر البيع عندهم لم يتجاوز أبدا 30 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد. السوام هذه اللي راهي تبان في 11000 12000، احنا الفلاحين نتبراو من هذه. راهي البطاطا في المستودع موجودة وبك نضيفة، والبطاطا مليحة من 2000 فراك 2500 كنا نبيعوا. في الأزمة هذه تاع الفيروس كورونا التجار طلعوها ل 11000 12000، احنا البطاطا كاينة 3000 حتى رمضان إن شاء الله. 120 مليون سنتيم فائدة حصدها هذا التاجر في يوم واحد، اشترى فيه البطاطا ب20 دينار جزائري وباعها ب80 دينار. وبما أنه مضارب محتكر يترصد الفرص في عز الأزمات، رفض اقتناء نفس السلعة بعدما تم توفيرها بكميات معتبرة عبر غرف التبريد، فهامش الربح اليوم لن يملأ جوفه. عطاونا امر باخراج الكميات من البطاطا الموجهه للاستهلاك وفتحنا وما كاش، والله ما كاش اللي يجي يشري. ها ورانا نستناو في الشارع يجي، السومه راهي 3000، رانا نستناو في الشارع يجي باه يشري، ما كاش اللي يشري. جدير بالذكر ان الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم شرع في اولى عمليات تموين الاسواق عبر مختلف ولايات الوطن بكميات معتبره من ماده البطاطا المخزنه، وذلك لكسر احتكار تجار الجمله، كما سيتم بيع المنتوج مباشرة من الفلاح إلى المستهلك عبر نقاط بيع موزعة على 8 ولايات هي الجزائر العاصمة البويرة سكيكدا البليدة الطارف تيزي وزو وولايتي عين الدفلة وبومرداس.